اهلا وسهلا مشاهدينا، وراح نكون معكم فقره شو في ما في لنشوف ايش اخر الفعاليات اللي صارت بعمان خلال الاسبوع الماضي. نشوف شو في فعاليات وراجعين. شارك عشرات الأردنيين بمسيرة احتجاجية ضد اتفاقية الغاز التي وقعتها الأردن مع إسرائيل العام الماضي. وتأتي المسيرة التي دعت إليها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها الدم بصير غاز وذكرى العار الأولى لتوقيع اتفاقية العار ولا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، متوحدين بأن الاتفاقية باطلة دستوريا لأن الدستور ينص على أنه لا بد أن يوافق عليها مجلس النواب وهي خدمة للكيان الصهيوني. عقد أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين فتح البس والمدير التنفيذي للشؤون الثقافية في أمانة عمان سامر خير في مقر دائرة المكتبة الوطنية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل معرض عمان الدولي 17 للكتاب. كما أعلن منظمو معرض عمان الدولي للكتاب أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي ضيف شرف المعرض في دورته 17 التي ستشارك ببرنامج ثقافي حضاري مميز يبين مدى العلاقة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة. ناقش مؤتمر شبابي تحت عنوان خطاب سمو ولي العهد مضمون وطني ورسائل للشباب الأردني، شارك فيه 60 شابا من محافظات المملكة ونظمه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني راصد مضامين خطاب سمو ولي العهد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعبر الشباب خلال الإعلان الصادر عن المؤتمر عن شكرهم وامتنانهم لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الذي مثل الشباب خير تمثيل بعد أن قدم خطابا سياسيا دون أن يجامل أحد، شرف فيه الوطن ووضع فيه النقاط على الحروف موضحا للمجتمع الدولي بأن تكون على قدر المسؤولية بحجم المسؤولية التي يتحملها الأردن. أقامت اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى وفاة نهض حضر حفلا جماهيريا في الذكرى السنوية الأولى لوفاته في بيت لفحيص بمشاركة رموز وطنية وعربية. وتحدث في الحفل 10 قامات وطنية وقومية للإضاءة على فكر حضر والمشروع التنويري، كذلك تحدثوا عن مواقفه الصلبة في الدفاع عن الأردن وبعث إرث رموزه الوطنية على امتداد القرن الماضي. انطلقت في العقبة حملة نظف العالم للعام 2017 بتنظيم من الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية وبرعاية من الأميرة بسمة بنت علي. وتهدف الحملة التي جاءت تحت شعار بحرنا إرثنا إلى تنظيف شواطئ العقبة من النفايات التي لها تأثير سلبي على الأحياء البحرية. وشارك في الحملة غطاسو الدفاع المدني ومؤسسة الموانئ وطلبة المدارس والعديد من مؤسسات المجتمع المحلي. وأكد منظمو المبادرة إلى أن الحملة تهدف بالدرجة الأولى إلى إيجاد ثقافة مجتمعية للمحافظة على نظافة البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص لما لها من أهمية على شاطئ العقبة، مشيدين بجهود الجمعية في نشر الوعي البيئي وتنظيف الشواطئ من مخلفات الزوار التي يكون لها أثر سلبي على الشعب المرجانية الطبيعية في خليج العقبة.
وهاي كانت مشاهدينا آخر التفاعليات اللي صارت خلال الأسبوع الماضي في عمان، وراح نكون معكم بعد الفاصل مع شهر التوعية. هو شهر تشرين يعني الأول، تشرين الأول اللي هو أكتوبر، هو شهر التوعية دائما من سرطان الثدي. فراح يكون فقرة التغذية بعد الفاصل، راح نتعرف فيها على الأغذية اللي بتقلل من نسبة الإصابة بسرطان الثدي وكمان اللي بتساعد على العلاج. راح نكون مع هاي الفقرات بس بعد الفاصل.